عندما مقولة الشخص أحمد تجاري إذا سمعتم عني في بدلوه بميزان الشرع فما وافق فاعملوا به وما خالف فاتركوا هذه قاعدة لكل مسلم أن المقولة الثانية هي بسير زمان كسر أن الشيخ أحمد تجاري يوصي أن المريد التجاري وغير المريد التجاري أنه يسير وفق الزمان الآن مقولات سيد الحجاري المسيني عندنا مقولة مشهورة وهي مقولة يقولها بالعامية للعوام عليكم بالويحة والمسيحة والصفيحة حتى تخرج الروح هي الويحة هي اللوح وما يدور على فلك اللوح هي العلم المسيحة العمل المسيحة العمل المسحة وما يدور في فلكها والصفيحة هي العبادة لابد الإنسان يقسم وقته بين العمل وعلم وعبادة المقولة الأخرى المشهورة سيد الحاج علي التماسيلي لا نكره أحد في دار الدنيا سوى الشيطان لا نكره أحد في دار الدنيا سوى الشيطان الشيطان هنا القرآن هو قال عدو الآن هنا الآن هي التصرف لخلفاء هذه الزاوية الزاوية أساسها سيد الحاج علي التماسيني وتعاقب من بعده 9 خلفاء من سيد محمد العيد الأول إلى سيد محمد العيد الحادي الأخير الموجود خليفة الشيخ سيد محمد الصغير خليفة الشيخ سيد محمد خليفة الشيخ سيد حمّة خليفة الشيخ سيد البشير الأول خليفة الشيخ سيد العيد الثاني خليفة الشيخ سيد أحمد الجاني هذا سيد أحمد الجاني كون عرضوا له البعض في قيادة الثورة وسيد الأمين العام يعظم الله على خليفة هذه بعض عينات الزاوية من تراث الزاوية هذه مزولة المؤذن يطلع يشوف عندها يعرفها يعرف تطبيق الآداب باش يبدل هاهي ويصنعها عالم جزائري الملوط الحافظي. هذه مصنوعة سنة 1934 وصنعها مجموعة وهداها لبعض الزوايا مع الشمس هاي مع الشمس هذا ختم الخليفة هذا أول ختم لخليفة الشيخ محمد العيد 1854 ما قلتش عام ما قلتش خير الصنائع تقوى الله فاتقيه يكفيك في الحشر ما تخشى من الندم عبده محمد العيد بن الحاج علي هاي رسالة ختمها في 1871 هاي 1870 قبلها 1854 ميلادي عينات الآن عندنا أرشيف الزاوية هذا من أرشيف الجرائد بتاع الزاوية لأنها كانت أرسل خليفة الشيخ هو كان عمل حركة صغيرة من الجرائد عندنا عدد الدول اللي كانت في منها جرائد الزاوية 15 دولة عدد العناوين عندنا الآن في الأرشيف 165 عنوان عدد المجلات والجرائد الموجودة في الأرشيف حوالي 1000 هذه الآن ملخصات على الدول نقطع لي فطوة هذا عدد خاص تعبير. هذا خاص تعبير. لا معليش هذه بعض هذه المجلات هذه أرشيف الآن هذه كتب إسهامات شباب الزاوية شباب منطقة واللي كثرت فيهم الزاوية في الطباعة تاعهم هذه حوالي 120 مطبوعة أنتم لازم تصوروا وتعاونونا إن شاء الله تصوروا أكيد أكيد أكيد
لانه فلان جانب التاريخ بحكم اننا في مناسبه 18 فبراير. نحن منطقه ماسين ننتمو للولايه السادسه، المنطقه الرابعه والناحيه الرابعه. هم مجلس الولايه السادسه، هذا المجلس، مجلس هذا اخر مجلس للولايه السادسه، هذوما كلهم استقلال. الان هذوما الاعضاء كامل ما زال الا عضو واحد على قيد الحياه وهو سي المصري. نتمنى الحضور ولكن لن نغلق، نتمنى الظروف الصحيه. لكن هو قائد المنطقه. مباشره فوتوغرافيا تجمعني فوتو. كل ما لك مشكلة لك هذاك مشكلة. كنت زيدنا ودي شويه، كنت زيدنا شويه. مازلنا في المراسيم، راه المراسيم عندنا ساعه راك على الاقل. شوف ربي شوف السفر. دقيقه دقيقه.
خاصة إنجاز المشاريع الوطنية للبحث العلمي التي تحظى بعناية خاصة من الحكومة، بالإضافة إلى ذلك إنجاز كذلك كل ما يتعلق بجمع الوثائق والشهادات الحية التي هي خاصة بالذين صنعوا مجد هذه الأمة من المجاهدين الذين يتناولون بشهادة حية الحركة الوطنية والثورة التحرير. بالإضافة إلى ذلك يقدم كذلك المركز الوطني المساعدة لكل المؤسسات العلمية، وهذا بتوجيهات من السيد الوزير فيما يخص توزيع هذه الإصدارات الكاملة التي توجدها وزارة المجاهدين لصاحب مكتبات الجامعية، دور الثقافة، مكتبات البلديات، مكتبات كذلك الولائية، وكل ذلك في إطار تشجيع الوطنية التاريخية وتشجيع الثقافة ونشر الثقافة التاريخية. من جملة هذه الإصدارات قلت منذ قليل هذه مجلة المركز كنماذج، هذه المشاريع الوطنية للبحث العلمي بالإضافة كذلك إلى الدراسات التاريخية والملتقيات الوطنية والدولية، من هذا في هذا ملتقى بعض الزوايا في المقاومة والتطور، هذا فيه طبعا تاع ملتقيين زي ما تبقى. وهذه أنا بالنسبة لي هو إقرار وتكفير الضغط الدولي. في كذلك مذكرات الشخصيات السياسية العسكرية الجزائرية مشاهدة في الجزائر، كذلك عندنا السي العقيد عزوزر، عندنا كذلك أيضا شخصيات هنا مذكرات خاصة في هذا الثورة. في كذلك دراسات الشخصيات تتناول المعسكرات والمحتجبات، كذلك بالنسبة لي دور المرأة، كذلك دراسات الحراك المعروف، أن يتناول خلاص